الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء نشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك امبارح فيديو عن المشروع القومي للتنمية البشرية المعروف باسم بداية. المشروع ده بيأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم التنمية البشرية. الحقيقة مشروع بداية بيعتبر نقلة كبيرة جدا في مجال الصحة والتعليم والعمل للمواطن المصري من خلال السنين اللي جاية، وما يتوافق أيضا مع رؤية الدولة لعام 2030. خلينا نشوف. Yes. 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 يا ابني عاجبك قعدتك دي، قوم استغل شبابك. Yes. 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 لو قمت وحاولت ربنا هيكرمك. Yes. يس. هنساعدك في ثلاث خطوات، هنمتحنك عشان نشوف قدراتك ومهاراتك، هنقدم لك البرامج والدورات المناسبة اللي تساعدك تتطور وتوصل للمستوى المطلوب، هنوجد لك فرصة عمل تناسب قدراتك ومؤهلاتك. يا ماما الحمد لله على السلامة. المشروع القومي للتنمية البشرية، بداية جديدة لبكرة أحلى.